اليوم اعتقد الاسم المعروف في عالم الدرونز هو الريبر، الحصاد، الذي من ضمن ما حصد كان سليماني. الان الترا قد تظهر بالاستناد الى ما رايناه من قدرات متوفره لدى الطائرتين، قد تظهر الرغبه بعدم التصعيد من الجانب الامريكي، ولكن الوجود، ابقاء على الوجود استخباريا في المنطقه. الان من خلال عرضكم الموجز والعميق في نفس الوقت للمشهد كما تبدو عليه غزه، من الواضح ان هذا الامر مرتبط بالحراك التفاوضي الماراثوني الذي ينخرط به مدير السي اي اي بنفسه ويليام بيرنز، بالرغم من رفض الجانب الاسرائيلي للموافقه، موافقه حماس على اخر اتفاق ما زال يبدو بعيد المنال فيما يتعلق بالصفقه التبادليه. فهو المطلوب من خلال هذه الالترا تظهر ان ايران قريبه من المدايات الامريكيه للتاكيد على ايران وعلى ادوات ايران في المنطقه، الحوثي وغير الحوثي، سواء في العراق او في سوريا او في لبنان، بانه لابد من الابتعاد عن الدخول في معادله هذه المعركه التي يبدو انها تقترب شيئا فشيئا من الحسم. رفح تحديدا ما زالت بالنسبه للرئيس الامريكي هي ما يريد تفاديه لاسباب انسانيه طبعا في المقام الاول، لا يرضي اي انسان في اي موقع مسؤوليه حتى لو كان يصنف بانه لديه موقف مسبق من هذا الصراع، لا يرضيه ابدا وقوع الخسائر البشريه. اما الاعتبار الثاني فهو انتخابي بحت. الرئيس بايدن اصلا في مشاكل كثيره، يعاني من الضغط كما عرضتم حتى من داخل الحزب الديمقراطي، ولكن السؤال الاكبر، ما الذي عنته الواشنطن بوست الأمريكية القريبة من اليسار، القريبة من الحزب الديمقراطي، من إدارة الرئيس بايدن، عندما قالت بأن من ضمن المعروض الآن على نتنياهو من قبل إدارة الرئيس بايدن هو تسليم معلومات، هكذا وصفت، استخبارية عالية الحساسية تظهر أماكن التي يختبئ بها قادة حماس، وأيضا الخارطة المتعلقة في الأنفاق تحت الأرض في هذه المنطقة تحديدا، منطقة رفح، حتى يتم تفادي اقتحام رفح. هذا التفادي عزيزي الذي عمليا رأينا على الأرض أنه تم قضم الأراضي في غزة على نحو مدروس، أولا معبر رفح لما يمثله من ثقل معنوي عاطفي على الفلسطينيين تحديدا، وأيضا سياسي على مصر، التجهيز لمحور فيلادلفي أو فيلادلفيا، وهذا مرتبط في موضوع كامب ديفيد والاتفاقات والتفاهمات الخاصة مع الشقيقة الكبرى مصر، وأيضا هذه مسألة في غاية الخطورة والأهمية، بأن ما يجري الآن ويبدو وكأنه رفع العتب عن الجميع في حال تم اقتحام رفح بالرغم من تعليق الأسلحة، القنابل التي توصف كما قنابل الدمار الشامل، الفي الرطل، هذه تم تعليق تصديرها، وعندما يعلن هذا علنية هذا يعني أن شيء ما يتم الترتيب له. وأعتقد أن ألترا ما هي إلا كما في الفحوص الطبية، ألترا ساوند، هي تظهر رسائل صوتية توجهها للجميع، لإسرائيل، لحماس، لإيران، لأذرع إيران في المنطقة، بأن القادم قد يكون أدهى وأمر ونحن على أعتاب الشهر الثامن.